طيب نكمل مع بعض. إصحاح 8 من سفر الخروج. إحنا وقفنا في آخر الإصحاح اللي فات عند آخر الضربة الأولى. لو يعني نراجع كده بسرعة، إحنا قلنا إن يعني من أول إصحاح 7 ابتدى بقى الضربات، يعني إصحاح 5 و6 كان لما موسى راح لفرعون، وبعدين فرعون يعني قال له أنا مش هطلق الشعب، وابتدى إن هو يزود الشغل على العبرانيين، وبعد كده يعني الشعب اتضايقوا من موسى وهارون، وبعدين موسى اشتكى لربنا فربنا قال له ما تخافش يعني أنت هتشوف قوتي، وبعدين قال له روح لفرعون. فبيقول قال رب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول رب أطلق شعبي ليعبدوني. الكلام ده احنا بنقرأ إصحاح 8 دلوقتي. إصحاح 7 لما موسى دخل لفرعون ورمى العصاية بتاعته بقت حية، وبعدين السحرة عملوا نفس الموضوع لكن عصاي الحية بتاعت موسى بلعتهم، وبعدين الضربة الأولى اللي شفناها المرة اللي فاتت اللي هي إن مية النيل اتحولت لدم. وبعدين بعد ما المية اتحولت لدم موسى برضو فرعون أقصد دعا السحرة بتوعه فعملوا نفس الحاجة، ففرعون يعني قال مش هطلق الشعب قسى قلبه. فهنا هنبتدي الضربة التانية. لو تفتكروا في آخر الإصحاح اللي فات بيقول كان إن ربنا استنى أسبوع بعد الضربة الأولى، كأن برضو ربنا مهما كان الإنسان يعني بيقسي قلبه بيدي فرصة، يعني ما بيبعتش الضربات كلها مرة واحدة، بيديله فرصة إن هو يتوب. فبيقول قال رب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني. كنا شفنا برضو حاجة المرة اللي فاتت إن كل حاجة ربنا بيقولها موسى بيعملها، فدايما يعني نقرأ في سفر الخروج كده وبقية الأسفار كمان بتاعت موسى يقول دايما هكذا فعل كما تكلم الرب، هكذا فعل موسى كما تكلم الرب. إن موسى كان مطيع لربنا، كل حاجة بيقولها له بيعملها. فموسى دخل لفرعون تاني وقال له هكذا يقول الرب أطلق شعبه ليعبدوني، يعني ربنا بيكرر نفس الرسالة تاني لفرعون. وده حال ربنا مع كل إنسان، يعني ربنا بيبعت الرسالة مش مرة ولا اتنين لكن مرات كتير على أمل إن الإنسان يعني يطيع الوصية. وبعدين قال له إن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. يعني خلوا بالكم إن هنا في تحذير وفي فرصة، لو أنت سمعت مش هتيجي الضرب، لو أنت ما سمعتش الضرب هتيجي. وبعدين يقول فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معجنك. يعني هتيجي ضفادع والضفادع دي هتطلع من النهر من المية برضو، فالضربة دي برضو ليها علاقة بالنيل، وهتدخل في كل مكان، يعني في كل مكان في بيتك فمش هتعرفوا تعيشوا. عايز أقرأ لكم حاجة كده يعني عشان نشوف موضوع الضفادع ده. القديس غريغوريوس النيسي قال حاجة عن موضوع الضفادع، بيقول هذا الجنس اللي هو الضفادع يرمز إلى أفعال الرذيلة المخربة التي تولد من قلب نجس. يعني الضفادع دايما يعني بتبقى رمز للنجاسة، فالضفادع دي كانت رمز للأعمال المخربة اللي هي بتخرب في الإنسان اللي بتيجي من بسبب نجاسة في القلب، مثلما من مستنقع الطين حيث تعيش الضفادع، وهي تسكن بيوت أولئك الذين اختاروا أن يعيشوا عيشة المصريين. يعني الضفادع دي هتيجي على المصريين اللي هم اختاروا يعيشوا العيشة دي، فتتسلق موائدهم ولا تبارح أسراتهم، متداخلة حتى إلى خزائنهم السرية. هذه هي حياة النجسين المترفهين. فالضفادع هنا بترمز لحياة النجاسة أو الثمار بتاعت حياة النجاسة. فبيقول الضفادع دي هتيجي عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. هنا برضو القديس أغسطينوس ليه مقولة لطيفة، بيقول إن ربنا لما اختار يضرب فرعون عشان هو فرعون متكبر ما ضربوش بحاجات كبيرة زي مثلا، يعني هو بيقول زي مثلا الأسود أو الثعابين، لكن ضربه بضفادع وحشرات بحيث إن هو يعني يقلل من الكبرياء بتاعه.
لأن هو حاسس إن هو يعني في إيده كل حاجة، فربنا بيقول له حتى الحاجات الضعيفة اللي هي زي الدبان والضفادع أنت مش هتقدر عليها. فقال الرب لموسى: قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأجام اللي هي الأماكن اللي فيها مية، وأصعد الضفادع على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر. فطلع عدد ضفادع كبير قوي لدرجة إن هو يعني زي ما الآية بتقول غطت الأرض كلها، ودخلت زي ما قال في البيوت وفي في الأوض بتاعت الناس. وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. يبقى دي تاني ضربة، وتاني مرة السحرة بتوع فرعون يعملوا نفس العمل اللي موسى عمل. موسى حول المية دم، هم حولوا المية دم. من قبل كمان كده موسى حول العصاية بتاعته الحية، هم حولوا العصيان بتاعهم لحيات. وبعدين دلوقتي هو خرج الضفادع، فبرضه هم خرجوا ضفادع من المية. فدعا فرعون موسى وهارون وقال، لكن يعني شكلها كده ان الضربة دي كانت صعبة، لان فرعون نفسه هو اللي دعاهم وقال لهم ايه: صلي الى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فاطلق الشعب ليذبحوا للرب. هنا في نقطتين عايزين نتكلم فيهم. اول حاجة ان لما فرعون بيقول صلي الى الرب عني، احيانا كتير احنا بنستخدم الكلمة دي، بس مين اللي بيستفاد بالصلاة؟ اللي بيستفاد بالصلاة الإنسان التايب. لكن فرعون ما كانش تايب، هو فرعون عايز موسى يصلي له علشان نتيجة الخطية تخلص. يعني فرعون عايش في الخطية ومش عايز يطيع ربنا، لكن في نفس الوقت مش عايز ضربات. فدي يعني ده مش معناه إن هو هنا تايب، أو إن هو هنا فعلا عايز حد يصلي له عشان يعني يقرب من ربنا. لا، هو عايز حد يصلي له عشان يرتاح من المشاكل، لكن مش عايز برضه يرجع لربنا في نفس الوقت. فبيقول له صلي إلى رب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. الحاجة التانية يعني الحاجة الأولانية موضوع الصلاة، إن الصلاة بتنفع الإنسان التايب. لكن لو واحد ماشي يقول لكل واحد صلي لي صلي لي وهو مش تايب أو مش عايز يتوب، الصلاة مش هتنفع. الحاجة التانية يعني ممكن الصلاة تنفع في إن يعني تسهل إن الشخص ده يتبعت له مسج، لكن لازم هو برضه يقبل، لازم هو برضه يقبل التوبة. الحاجة التانية المهمة إن فرعون بقى كرمز للشيطان، يعني بيخاتل يعني مش كل شوية يقول له طب اعمل كذا وانا همشيك، طب هنشوف بعد كده ان هو بيفاصل معاهم، طب روحوا انتوا بس سيبوا مثلا بقية عيلتكم، طب روحوا بس ما تاخدوش ذبايح. فهنا بيقول فأطلق الشعب، لكن هو في قلبه هو مش هيطلق الشعب، هو بس عايز نتيجة الخطية بتاعته تترفع. فقال موسى لفرعون: عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. فموسى قال له حاجة جميلة قوي، قال له اختار انت الوقت اللي أصلي لك فيه. ليه موسى قال لفرعون كده؟ لأن ممكن يعني دي لسه تاني ضربة، وزي ما شفنا السحرة بيقاوموا عمل موسى، فبرضه هو فرعون زي ما شايف موسى بيعمل معجزات شايف السحرة بتوعه بيعمل معجزات، وهنتكلم على الحتة دي بالتفصيل دلوقتي. لكن الفكرة ايه؟ ان هو موسى بيقول له حدد الوقت عشان ما تفتكرش انها صدفة. يعني الوقت اللي انت هتقول عليه انا هصلي فيه فربنا يرفع الضفادع، فتعرف ان فعلا دي ايد ربنا مش مجرد صدفة ان الضفادع يعني اتشالت في وقت معين. فقال غدا، ففرعون قال له بكرة، فقال كقولك لكي تعرف ان ليس مثل الرب الهنا. يبقى الهدف من كده ان انت تعرف ان مفيش زي ربنا، ان انت الميعاد اللي انا هصلي فيه اللي انت هتحدده هو ده الميعاد اللي الضفادع هتتشال من ارض مصر فيه. فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. فكل الضفادع اللي هي خربت الأرض دي ودخلت البيوت وخربت البيوت هتتشال، لكن هتفضل في النهر. برضو حاجة تانية
يعني نشوفها في آية 12، يقول: ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون. هنا يعني بيبان موسى إن هو إنسان جميل، يعني موسى ما كانش حابب إن هو ينتقم مثلا من فرعون برغم كل اللي فرعون بيعمله، لكن هو مش عايز إن الضربات دي تيجي عليهم. فكل لما كان في فرصة يصلي عشان الضربة ترفع بيصلي. يعني هنا موسى مش واحد بيكره فرعون أو بيكره المصريين، هو عايز يخلص الشعب لكن في نفس الوقت عايز كمان ينجي التانيين. فحتى يعني القديس أمبروسيوس ليه مقولة عن الموضوع ده، بيقول: كلما طلب من موسى أن يضع نهاية لهذه المصائب كان يصلي فيستجاب له، وإنها لحقيقة تستحق المديح أنه ضبط نفسه من الاشتراك في خدعة. يعني كان موسى قلبه حلو وكان بيحب الكل. ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها قوما كثيرة حتى أنتنت الأرض، من ريحة الضفادع. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع كما تكلم الرب. يبقى هنا خلوا بالكم، دي تاني ضربة، وتالت مرة يقول أسف فرعون قلبه. أول مرة لما موضوع العصيان والحياة وقال أسف فرعون قلبه، وبعدين تاني مرة في المية اللي اتحولت دم أسف فرعون قلبه، تالت مرة أغلظ قلبه، برضو فرعون هو اللي بيقاسي قلبه. بعد كده لما نسمع إن ربنا قص قلب فرعون، نبقى عارفين إن ده يعني معناها إن زي ما ربنا قال لموسى في الأول، قال له أنت هتعمل حاجات كتير، معجزات كتير، لكن فرعون هيفضل قلبه غليظ. ثم قال رب لموسى: قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. هنا يعني بيقولوا الترجمة بتاعت البعوض مش بعوض، هو أمل لايسي. ففعل كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم، على كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. هنا لو تلاحظوا الضربة الأولى والتانية كانت في النيل، يعني جاية من المية، المية اتحولت دم والمية طلعت ضفادع. هنا الضربة التالتة في التراب، التربة بتاعت الأرض. ودي الحاجات اللي هي سبب غنى وسبب يعني رخاء مصر، اللي هي الأرض والتربة، النيل والتربة، مية النيل والتربة يعني صالحة للزراعة. فكأن ربنا بيقول لهم الحاجات اللي انتم معتمدين عليها أنا يعني في إيدي. وهو ده الهدف من الضربات، ان ربنا يقول لهم ان ما تتكلوش على حاجه او ما تتكلوش على حد غيري، انا الوحيد اللي في ايدي ان انا اساعدكم او ان انا اديكم اللي انتوا عايزين. فهنا مد موسى العصايه بتاع هارون العصايه بتاعته وعلى التراب، فطلع اللي هو البعوض او اللي هو الامل. وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا. خلوا بالكم هنا بقى دي حاجة جديدة. يعني في الضربة الأولى السحرة بتوع فرعون عرفوا إن هو يحولوا المية دم، وقبل كده عرفوا يحولوا العصاية الحية، وفي الضربة اللي فاتت عرفوا يطلعوا الضفادع. لكن في الضربة التالتة دي اللي هي بتاعت الوعود أو الأمل، بيقول حاولوا فلم يستطيعوا، فعل كذلك بسحرهم فلم يستطيعوا. فهنا بقى دي نقطة مهمة، إن يعني اللي مش مع ربنا ممكن يقلد بس لوقت معين، هيجي وقت هيتفضح إن هو ما يعرفش، زي في الضربة الثالثة دي، وهنشوف الكلام ده معناه إيه دلوقتي. وكان البعوض على الناس وعلى البهائم. الضربة دي بتضرب مين؟ احنا قلنا ان كل ضربة بتضرب حاجة المصريين معتمدين عليها، يعني المية، الضفادع كانوا هما كمان بيعبدوا إله يعني في شكل الضفدع، يعني الأكاد عندهم مقدسة، عشان كده تلاقوا حتى يعني صور المصريين القدماء دايما الفراعنة تلاقيهم حالقين شعرهم.
بيقولوا ان هما كانوا بيحلقوا شعرهم وبيحلقوا حتى شعر يعني مثلا الرموش الجفون بتاعتهم عشان ما يستخباش فيها حشرات. فربنا بعت لهم بقى الامر ده اللي هو يعني حاجة مؤذية جدا ويعني حاجة يعني اي حد يتقرف منها. فبيقول بعد كده لما ما عرفوش يطلعوا البعوض، فقال العرافون لفرعون هذا إصبع الله. خلوا بالكم هنا مين اللي بيقول لفرعون هذا إصبع الله؟ الناس بتوعه. يعني موسى قال له كذا مرة إن ربنا الرب الإله بتاعنا أرسلنا، ففي الأول قال له أنا ما أعرفش مين الإله بتاعك ده، لكن دلوقتي السحرة بتوعه بيقولوا له هذا إصبع الله، يعني الناس بتوعه اللي هو متكل عليهم بيقولوا له ده دي إيد ربنا. ففرعون كان المفروض يعمل ايه؟ كان المفروض يبتدي يفكر، طب ده يبقى ربنا فعلا، ده يبقى هو ده الاله الحقيقي، يعني حتى لو انا مش عايز اعبده على الاقل اعمل اللي هو بيقول عليه. لكن هنا الرياكشن بتاع فرعون كان ايه؟ ولكن اشتد قلب فرعون، برضو رابع مرة هو قس قلبه، اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. يعني ما حطش في باله ان هو يسمع، ودي يعني نقطة خطيرة، إن ممكن الإنسان يبقى عارف يعني إن اللي بيتقال ده صح، بس هو مش عايز يسمع. خلوا بالكم مش عايز يسمع، يعني أنا ممكن أقرأ حاجة في الإنجيل، أقرأ وصية معينة تبقى صعبة عليا، بس يعني هروح أصلي وأقول لربنا ساعدني إن أنا أعمل الموضوع ده، أنا دلوقتي ما أقدرش أعمل كده، لكن أنا محتاج معونتك عشان أعمل كده. ده موقف كويس، يعني ده موقف صح، لكن الموقف الغلط إن أنا أقرأ آية صعبة فأقول لا أنا مش هعمل كده، مش أنا مش قادر أعمل، أنا محتاج معونة، لا أنا مش عايز أعمل كده. ففرعون سمع وعرف الصح، بس ما حبش إن هو يعني يلتفت لي. بس موضوع السحرة بقى، موضوع السحرة اللي هما كانوا بيساعدوا فرعون دول، موضوع مهم قوي. السحرة دول القديس بولس اتكلم عنهم في رسالة تيموثاوس الثانية في إصحاح 3. فهنقرأ الجزء اللي قاله ده، يعني جزء مهم قوي صراحة. بيقول ولكن يعني القديس بولس بيكلم تيموثاوس بيقول ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. ليه هتبقى صعبة؟ لأن الناس يكونون ود صفات بقى كتير وحشة، الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، ثالبين يعني بيتكلموا على بعض، عديم النزاهة، شرسين، في عنف، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين يعني بيقتحموا حياة بعض، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله، بيحبوا نفسهم ما بيحبوش ربنا. بصوا بقى خلوا بالكم آخر صفة دي، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. يعني تشوف إنسان تقول يا سلام ده يعني ما فيش زي كده، ده أكيد الشخص ده يعني متدين قوي وعايش مع ربنا كويس، ليه صورة التقوى لكنه ممكن قوتها، لكن مش عايش فعلا في علاقة مع ربنا. فأعرض عن هؤلاء، يعني قديس بولس بيقول لتيموثاوس ما يعني ما تختلطش بالناس دول، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون النسيات محملات خطايا منسقات بشهوات مختلفة، يتعلمنا كل حين في كل حين. خلي بالكم الآية دي مهمة، يتعلمنا في كل حين. الناس دول عندهم معرفة، عشان كده دايما بنقول مش معنى ان انا عارف معلومات ان انا كده ليا علاقه بربنا. انا ممكن اكون انا دلوقتي مثلا بقرا الانجيل وبفسر الانجيل، مش شرط ان انا يكون عندي علاقه بربنا، دي معلومات. ولا يستطيعنا ان يقبلنا الى معرفه الحق ابدا. معرفه الحق يعني معرفه الله، انا هو الطريق والحق والحياه. فبيقول ايه بقى؟ وكما قاوم يانيس ويمبريس موسى، هو القديس بولس يعني من تقليد قديم قال ان اسماء السحرة اللي كانوا بيقاوموا موسى دول يانيس ويمبريس، كذلك هؤلاء اللي هم الناس اللي فيهم الصفات دي كلها اللي هم هيجوا في الازمنه الاخيره.
كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. فدي بقى دي النقطة المهمة قوي، إزاي إن الشيطان بيقاوم عمل ربنا؟ بيقاوم عمل ربنا إن هو يخلي الإنسان اللي عايز يروح الكنيسة ويبقى متدين يعمل زي الناس دول كده، يعني خليك يعني عايز تروح الكنيسة روح الكنيسة، عايز تصلي صلي، عايز تبقى خادم ابقى خادم وساعد، بس خليك فيك الصفات دي كلها. يعني ما هو في فرق بين إن أنا بروح الكنيسة وإن أنا أعرف ربنا، عندي علاقة بربنا. في واحد بيروح كنيسة وعنده علاقة بربنا، وفي واحد بيروح كنيسة ما عندوش علاقة بربنا. فكده دول بيقاوموا الحق. طب ازاي بيقاوموا الحق؟ يعني هما بس اللي هيخسروا؟ لا، مش هما بس اللي هيخسروا، لان لما الناس تشوف ان اللي في الكنيسة ليهم صورة التقوى ولكنهم منكرين قوتها، لما الناس تتعود تشوف ان فلان الخادم ده مثلا ده في الكنيسة يعني شكله كده، لكن هو عايش حياته زي اي حد تاني، بيعمل كل حاجة بره زي اي حد تاني، فده تقاوم عمل ربنا، تضعف صورة التقوى عند الناس. لكن لما أشوف واحد فعلا ليه صورة التقوى وهو فعلا إنسان تقي، يبقى ساعتها أعرف إن ده إنسان فعلا عايش مع ربنا ويجذبني للحياة مع ربنا. فدي نقطة مهمة خالص لازم ناخد بالنا منها. الشيطان بيقاوم عمل ربنا، مش إن هو يعني يمكن لو واحد بعيد قوي ممكن يقول له مثلا ما تروحش الكنيسة، مالكش دعوة بالصلاة والحاجات دي، ممكن يحصل كده. لكن لو واحد يعني فعلا بيروح الكنيسة وابتدى عايز يبقى له يعني عايز يقرب من ربنا، يبتدي يقول له بقى كده، يعني يخفف الموضوع، يعني اعمل الحاجات دي بس في نفس الوقت خليك برضو في الحياة بتاعتك العادية. أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. وبعدين الآية 9 يقول لكنهم لا يتقدمون أكثر. خلوا بالكم ده بالظبط اللي احنا كنا بنقراه، يعني هيجوا في وقت مش هيقدروا، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق زينكا أيضا. يعني زي الصحراء عرفوا يحولوا المية لدم، عرفوا يطلعوا الضفادع، لكن ما عرفوش جم عند اللي هو البعوض، ما عرفوش يطلعوا البعوض. ليه؟ لأن هيجي وقت، لأن هما مش بيشتغلوا مع ربنا، هما شكلهم بيعملوا نفس الحاجة اللي ربنا بيعملها، لكن هما مش بيشتغلوا بإيد ربنا، فربنا هيبين في وقت إن دول مش معايا، لأن ربنا اللي في إيده يخليهم يعملوا المعجزة دي أو لا. فدي نقطة مهمة قوي يعني ناخد بالنا منها. عشان كده يعني دي طريقة مقاومة السحرة لموسى، ونفس طريقة مقاومة الشيطان لعمل ربنا. ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف أمام فرعون. خلوا بالكم يعني دي دايما كذا مرة دلوقتي ربنا يقول لموسى يعني روح الصبح بدري. واضح إن فرعون كان بيطلع كل يوم الصبح بدري عند النيل، وبيقولوا إن ده ممكن يكون كان يعني زي طقس يعني في العبادة الوثنية، يمكن يعني ليه علاقة بالنيل برضه، إنه يخرج إلى الماء وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت لا تطلق شعبي ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان، فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وأيضا الأرض التي هم عليها. فالضربة الرابعة بقى ضربة الدبان، بس هنا برضو بيقولوا إن الدبان ده ما هواش الدبان العادي، لكن يعني دبان مؤذي، ممكن يكون دبان بيقرص أو بيعمل قرح في الجسم. لكن بداية من الضربة برضو الرابعة دي يحصل حاجة مختلفة. احنا الثلاث ضربات اللي فاتوا ما سمعناش حاجة عن شعب اسرائيل، يعني ما سمعناش ان شعب اسرائيل ما كانش عندهم الضربات دي اللي هو المية والضفادع والبعوض. لكن بداية من الضربة الرابعة يقول ربنا يقول ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان اللي هي الأرض اللي ساكن فيها شعب إسرائيل، حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض. فربنا عمال يعني بكل الطرق بيوصل لفرعون والمصريين إن أنا اللي في إيدي كل حاجة، أنا الإله الوحيد، أنا ممكن أبعت ذبان في حتة معينة من الأرض وفي حتة تانية لأ، وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك، غدا تكون هذه الآية.
ففي ناس بيقولوا إن الثلاث ضربات الأولى اشترك فيهم المصري العبرانيين، يعني يمكن بسبب إن هم كمان ما كانوش طيبين، أو بسبب إن هم كمان كانوا محتاجين الضربات دي فاشتركوا فيها. لكن برضو يعني لما قرينا حاجة من القديس أوغسطينوس المرة اللي فاتت، لما كان بيقول الناس حفروا حوالين النهر عشان يجيبوا مية، فكان تفسير القديس أوغسطينوس بيقول احتمال إن كان المية ما تحولتش لدم في الأرض اللي فيها شعب إسرائيل. فيعني في رأي بيقول كده ورأي بيقول كده، وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. لكن الآية دي حلوة، يعني اللي ماشي مع ربنا في فرق بينه وبين بقية الناس، إن اللي ماشي مع ربنا ده في إيد ربنا، مفيش حاجة ممكن تمسه إلا بسماح من ربنا. غدا تكون هذه الآية. هنا ما كانش فيه فرصة كبيرة، المرة اللي فاتت كان فيه أسبوع، هنا بيقول له غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان. طبعا يعني زي ما بنقول واضح هنا إن هو مش بس دبان عادي، يمكن يكون دبان بأعداد كبيرة قوي فعشان كده خربت الأرض، وممكن يكون بيقولوا إن الاحتمال يكون هو دبان من النوع اللي بيقرص، ولما يقرص يعني يعمل قرح في الجسم. وبرده ده ليه علاقة بالجسم، زي ما قلنا إن المصريين كانوا بيقدسوا الأجسام، فده برده بيضرب الجسم. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. دي برضو نوع تاني من المخاتلة، يعني نوع تاني من الطرق اللي الشيطان بيقاوم بيها الإنسان اللي عايز يعيش مع ربنا. يعني لو إنسان عدى من الفخ الأولاني اللي هو يعني مالكش دعوة بالكنيسة، مالكش دعوة بربنا، خليك عايز زي ما أنت، يجي الفخ التاني اللي هو طب عيش يعني صلي وروح الكنيسة بس يعني إيه، يعني خليك زي بقية الناس برضو، يعني ساعة لقلبك وساعة لربك. وبعد كده تيجي حرب تانية بقى، إن هو يقول له اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. يعني موسى قال له إحنا هنروح مسيرة 3 أيام، هنمشي 3 أيام نروح مكان بعيد ونذبح لربنا، نقدم الذبائح بتاعتنا. فقال لهم لا، انتوا يعني اعبدوا ربنا بتاعكم ده زي ما انتوا عايزين، بس اعبدوه هنا في الارض دي بحيث تبقوا قريبين مني. الفكرة هنا ايه؟ ان الشيطان بيقول للانسان ما تبعدش عني. عشان كده برضو يعني يمكن في حاجة ممكن نقراها مع بعض، العلامة اوريجانوس قالها يعني كانت لطيفة قوي، على موضوع ال3 أيام. بيقول إننا ننطلق من مصر في مسيرة 3 أيام، إذا صرنا أنقياء في القول والفعل والفكر. فاكرين لما اتكلمنا على ال3 أيام قبل كده، قلنا إن يعني ليهم كذا رمز، رمز منهم مثلا إن أنا أطلع يعني أعبد ربنا بالروح والنفس والجسد. حاجة تاني رمز للقيامة، ال3 أيام رمز الحياة الجديدة. هنا كمان بيقول إن إحنا نعبد ربنا ونصير أنقياء في القول والفعل والفكر. أما فرعون ملك مصر الذي هو مثال إبليس، فهو لا يريد أن يبتعد عنه شعب الله، بل يشاء أن يخطئه إن لم يكن بالفعل فبالقول، وأن يقترف الإثم إن لم يكن بالقول فعلى الأقل بالفكر. يعني الشيطان مش عايز إن الإنسان يروح لربنا بكل قوته، عايز الإنسان يعني يبقى له حاجة فيه. ودي تفكرنا بالكلمة اللي المسيح قالها، بنقراها في إنجيل يوحنا في صلاة الساعة الثالثة: رئيس هذا العالم آت وليس له فيا شيء. مين اللي قال الكلمة دي؟ المسيح الوحيد اللي الشيطان ملوش فيه حاجة. لكن إحنا لو يعني جينا نفكر هنلاقي إن في حاجات كتير إحنا جوانا سايبينها للشيطان. فهنا نفس الفكرة، اذهبوا اذبحوا لإلهكم، يعني عيش مع ربنا بس برضو خلي لي شوية حاجات، خليك قريب مني. يعني عشان كده يعني دي تفكرنا برضو باللي قاله المسيح، يعني اعبد رب إلهك بكل قلبك بكل فكرك بكل قوتك. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هذا. هكذا يعني موسى بقى طبعا شاطر فاهم الحيلة دي، يعني فقال له ما ينفعش نعمل كده، لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا،
كان المصريين مش بيقدموا ذبائح، وكانوا يمكن بيقدسوا بعض الحيوانات اللي العبرانيين هيقدموها ذبائح. فبيقول إن ذبحنا ركس المصريين، ركس أو اللي هما بيخافوه أو بيعبدوه يعني، إن ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ يعني لو إحنا ذبحنا مثلا خرفان ولا بقر وهما بيقدسوا البقرة مثلا، مش هما هيرجمونا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونسبح لرب إلهنا كما يقول لنا. فموسى كان مصمم على الـ3 أيام، لأن الـ3 أيام معناهم إن أنا هروح لربنا بكل ما فيا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتسبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا. يعني في الأول قال لهم خليكم في الأرض دي، خليكم في أرض مصر، خليكم عندي. وبعد كده بيقول لا تذهبوا بعيدا. هنشوف بقى بعد كده هيفاصل معاهم تاني في الإصحاحات الجاية بطريقة مختلفة، لكن هنا يعني هو بيحاول على قد ما يقدر إن الإنسان ما يعبدش ربنا بكل قلب. وبعدين صلي لأجلي، خلوا بالكم كام مرة يعني فرعون يقول لموسى صلي لأجل موسى وهارون، لكن زي ما قلنا الصلاة دي ما تنفعش إلا لو الإنسان عايز يتوب، عنده استعداد للتوبة. لكن إنسان ما عندوش استعداد للتوبة، صلاة واحد تاني مش هتأثر. فده كده آخر إصحاح 8، في آية كمان: فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يقاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. يعني قال له أنا هصلي لك. برضو شفنا إن موسى يعني في قلبه الحلو ان هو عايز فعلا ان هو الناس ما تتأذيش. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب، ففعل الرب كقول موسى فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه لم تبقى واحدة. وطبعا ده طبعا يبين لنا ايد ربنا ازاي، ان ممكن يعني عدد ضخم قوي من الحشرات يجي وفجأة لا تبقى واحدة. طبعا ده مش حاجة عادية، ولكن اغلظ فرعون قلبه. خلوا بالكم المرة هي الخامسة: أغلظ فرعون قلبه، فرعون قس قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب. وطبعا دي تفكرنا بحاجة مهمة برضو، إن لو فرعون بنقول إن هو رمز للشيطان، الشيطان عمره ما هيسيب الإنسان من نفسه. إن ما كانش ربنا يتدخل ويدي الإنسان نعمة وقوة، الشيطان لا يمكن إن هو يعني يعمل حاجة في مصلحة الإنسان. يعني مش هيجي الشيطان في يوم يقول الإنسان خلاص بقى أنا يعني هسيبك أعبد ربنا زي ما أنت عايز واعمل اللي أنت عايز، لا مش هيحصل. فأغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب. يبقى كده خلصنا إصحاح 8، إن شاء الله المرة الجاية ناخد إصحاح 9. لو في أي تعليق أو سؤال اتفضل. عايز أسأل يا أستاذ من فضلك، إحنا ليه بنقول على الشيطان رئيس هذا العالم؟ رئيس هذا العالم يعني العالم المادي، العالم اللي فيه ماديات وفيه شر وفيه يعني فساد، هو رئيس الحاجات دي. لكن العالم بتاع الخير وال يعني الصلاح ده هو مالوش علاقة بيه. لكن لأن العالم مليان فساد فهو احنا بنقول إن الشيطان رئيس هذا العالم. اوكي، يعني احنا بنقصد هنا العالم المادي بشهواته بسقطاته لكن مش العالم كله كعالم وجلوب وناس وكده يعني. بالظبط، لأن للرب الأرض وملؤها. يعني زي ما بنقول إن الشيطان رئيس هذا العالم، بنقول للرب الأرض وملؤها. فالعايش مع ربنا أو الجزء في العالم اللي هو العالم الكويس، العالم اللي فيه خير وفيه صلاح وفيه عبادة ربنا وفيه محبة، ده ما يخصش الشيطان في حاجة. طيب أنا كان عندي لكن سؤال بسبب تاني، اتفضل لكن يعني اتفضل. بسبب انتشار الفساد في العالم، فدايما كلمة العالم مرتبطة بالفساد أو بالشر. طيب في الإصحاح الأول أنا كنت بسمع تاني علشان يعني أوصل الموضوع بتسلسل، ففي حاجة بس يعني عايز أسأل فيها قدسك. كنت بتقول لما كانوا بيقولوا لهم كل ولد تموتوه وكل أو ترموه في النهر وكل بنت تستحيوها، فقدسك قلت ساعتها على ما حسب ما انا فهمت ان الولاد ساعتها او الولاد يعني
رمز يعني اللي انا للقوة. فهمت قوه او حاجه كويسه روحانيات كويسه واحنا بنرميها في نهر العالم او في الدنيا. انا ما فهمتش النقطه دي. طب ليه احنا بنتامل ان البنت هي رمز الحاجه الوحشه فبنسيبها والولد هو رمز القوه او الحاجه الكويسه فعشان كده بنحاول نرميه في ميه العالم او في الدنيا والعيشه فعشان كده كان عايز يقتله. مش دايما يعني، يعني البنت في وقت بترمز للعاطفة والمشاعر العاطفة الجميلة يعني والمشاعر الحلوة، وفي وقت تاني ممكن ترمز للشهوة يعني، لأن كانت نظرة الناس كده زمان، مش عشان دي حاجة حقيقية يعني، ده ملوش علاقة بالولد والبنت في الواقع يعني، لأن في الواقع زي ما في قديسين في قديسات، وأكبر قديسة يعني في الدنيا كلها العذراء يعني، أكبر من أي قديس، لكن كانت نظرة الناس زمان كده يعني، فكان يعني الموضوع مرتبط يمكن بالنظرة بتاعت الكالتشر كده يعني، لكن ده رمز زي ما بنقول يعني، يعني مثلا زي ما في سفر الرؤيا بيقول يعني الناس اللي هم في السماء الذين لم يتنجسوا مع النساء، هل معنى كده ان السماء فيها ستات؟ لا طبعا يعني، لكن ده معنى رمزي يعني. اوكي اي جات ات ثانك يو ابونا. ابونا لو سمحت، اه الايه اللي بتقول نذبح ركس للمصريين، انا كنت فاهمه ان ركس ديت يعني دنس، مش اه الركس ده وكمان معناها دنس؟ وكمان بتعني صحيح، انا يعني ده صح، بس كمان بتعني الحاجة اللي بيهابوها يعني، مثلا يقول لك الإله مش فاكر اسمه، كاموش يمكن، ريكس العمونيين يعني، الإله اللي بيخافوا العمونيين يعني، هتلاقيها بتكرر في الإنجيل كتير على آلهة، فلما يقول مثلا الإله كذا ريكس مش الناس اللي بيعبدوه، مش معنى كده ان هم حاجة دانسة بالنسبة لهم، معنى كده ان هم حاجة بيخافوا منها. ميرسي يا بونا. لا.